هؤلاء كانوا لنا حقا مصابيحا تضيء لنا الطريق أمام الحركة الوطنية نحو دولة دستورية ودولة تحترم معايير حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بغض النظر عن الجنس والطائفة. وهو طريق سار عليه من بعد المئات بل الآلاف من بنات وأبناء هذا الوطن الذين قدموا التغييرات وسجن الكثير منهم وعانى الكثيرون منهم في التاريخ أمثال الشهيد بنافور ومحمد غلوم وآخرون. فكما لقي عبد العزيز الشملان وعبد الرحمن الباكر وعبد علي العليوات فقد لقي الكثيرون من المناظرين طوال السنين الماضية وفي مقدمتهم مؤسس جمعية وعد عبد الرحمن النعيمي أبو أمل شفاعة. بدأت مداخل الدولة بالتحسن، نما الطبقة الوسطى وهذه بعد كانت مسبب رئيسي في ظروف الحركة الوطنية. والدولة بدأت بزيادة الإنفاق على مسألة التعليم والصحة وتعاطي الطلبة للفارغ وإلى آخر من الأمور. صار في بنية تحتية متقدمة على الأقل كانت المدن. فمما صار من هو طبقة وسطى. هذه الطبقة الوسطى والعاملة وابتعاثهم بعد الخارج واختلاطهم بالطلبة العربية وحضور يعني ودراستهم الجامعات العربية أدى إلى نمو الوعي عندهم، الوعي الوطني القومي عندهم. يعني مثلا من ضمن الامور المذكوره يعني ان قطاع النفط كان وظف 20,000 في قطاع اللؤلؤ 20,000 بحرين كان وظف في فتره قبل النفط. بعد النفط يعني سنه 51 نتكلم عن 20 سنه من شغل النفط بلغ عدد العاملين 7,000 عامل 4,900 منهم وطنيين 65%. بالتالي نتكلم عن طبقه عامله نلسة كانت متعلمة تعلمت في مدى الملاس لقيمة فترة. بالتالي نمت عندنا طبقة عاملة مؤهلة هي كانت ذخيرة أو كان نقول هي وقوف الحركة الوطنية. فالواقع في البحرين فترة الخمسينات بعد 1950 كان الواقع شوي متأزم قانونيا فالواقع في اصطفاف طائفي وأدت عدة حوادث إلى تعزيز هذا من الاصطفاف الطائفي مثل حادثة محرم اللي كان فيها اقتتال بين سنة وشيعة في 10 من محرم وقرن 53 بعد اعتداء أحد الأفراد السنة على أحد الشيعة وتأزم الواقع وانفجر الواقع وصارت اضطرابات في الفترة وتم اصطفاف طائفي واضح في الفترة ودولة تدخل بعض العقلاء وبعض الفقراء في المساجد والمهاتم حدث الواقع شوي. هني بعد ذلك حق حادثة سترة صار قتال بعد بين عمال سنة وشيعة وأدى إلى ضرب أحد العمال السنة بمنزل مما أدى إلى وفاته. بناء عليه صارت حادثة القلعة. بعد حكم المحكمة المتسببين بالحادث حكم متفاوتة والغرض من هذا الحكم كان تعزيز موقف الاصطفاف الطائفي بين الطائفتين. وظن تأزل الوارد المبنية. بدأت تدخلات عدة من مثل عبد الرحمن باكر ابراهيم فخر وحسن سلاجر بحيث انها كانت الواقع وفعلا بدأ الواقع بالتدريجي جدا. واللي عزز هدوء الواقع هو انشاء صندوق تعويضات تضامني تبع باكر اللي وقف في الشعب البحريني. واللي عزز موقف الوحدة الوطنية اكثر واكثر هو سحب جنسيات الباكر بعد تأسيس الصندوق التضامني حكومة حست ان الامور فرطت من يده شوي فقالت والباكر كان دينامو محارب تأسيس هذا الصندوق فقالت كان نسخ نسيته عوالم البحرين وافضل حل وهاي كان رجع عكسي عليهم بحيث ان الشعب كله التهم حول الباكر كله حاول يبين حق الحكومة ان الاشياء اللي تقدر تسويها ترى ما قاعد تفيدك احنا كشعب بحريني كلنا مع بعض. وبناء على الحركه اللي صارت في تنسية الباكر صار في اجتماع في اول اكتوبر من عام 54 اجتماع كبير لم نخبه من شباب الواعيين
زعماء الطائفتين وتم اقرار به المظاهر الطائفية. تكوين جبهة موحدة ومجابهة الدكتاتورية المتمثلة في بلغريد تتولى قيادة الشعب حتى ينال حقوقه المنظومة والحد من استبدال الاستعماري الراجع إلى أرض انخناق الشعب. اثنين، عقد اجتماع آخر بعد أسبوع في السنوات يضم جميع العناصر الوطنية لتكوين جبهة وانتخاب ممثليها. ثلاثة، بعد تكوين جبهة تتقدم ممثل الشعب المطالب الشعبية إلى الحكومة حسب القرارات التي اتخذت الاجتماع في سبق. في 13 من أكتوبر عام 54 صار اجتماع آخر واللي تكون الاجتماع اللي سبق كان اجتماع في السنوات. وظل جميع العناصر الوطنية من سنة وشيعة ممثلين جميع القرى والمدن في البحرين. أهم القرارات اللي اتخذتها الاجتماع الآن ذكرى اختيار هيئة تنفيذية قوامها 120 ينبعثون هلجة تنفيذية قوامها 8 أشخاص هم ممثلون للشعب. اثنين، اللجنة التنفيذية تمثل الشعب لدى السلطات الأمنية وأمين العام هو المسؤول المباشر عن تنفيذ قراراته. الإصرار في تقديم مطالب والتي كانت قائمة. تأسيس مجلس تشريعي وهي مدى النضج السياسي لدى الأشخاص اللي قاموا على الحيلة. وقف عن معامل البلاد جنائي ومدني ويعرض للإقرار على المجلس التأسيسي على المجلس التشريعي نفسه. السماح بتأليف النقابات وسن قوانين النقابات والعمل من قبل المجلس التشريعي نفسه. وتأسيس محكمة عليا للنخبة الأوكرام للفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في حالة الخلاف. والمباشرة فورا بجمع التوقيع لإثبات شرعية دعوة اللجنة التنفيذية الثمانية. وقدرت اللجنة تحصل قدرت تجمع 25,000 توقيع من أصل 80,000 من الذكور في البحرين هي نسبة كبيرة. وكانت واللجنة التنفيذية اللي تكونت كانت من أعضاء هيئة الثمانية هم سيد علي إبراهيم كمال الدين، محسن التاجر، إبراهيم موسى، عبد الله وديب، عبد علي عليوا، عبد العزيز الشملان، إبراهيم فخرو، وعبد الرحمن بوكر. بعد تأسيس الهيئة كان الهيئة عدة فعاليات لإثبات التغيير الشعبي، وبعد نفوذ جميع الوسائل للتوصل إلى حل أو اعتراف تم الإضراب الأول. هي كانت بداية تكوين جيل مثقف. وان بلغريف كان معارض انه يكون في جامعيين اساسا في البحرين، لان كل ما يتعلم فرد من افراد شعب البحرين ينقص يوم من حكمه وزياده، يعني انه يخترب يوم من الاطار القومي اللي وفرت الهيئه مثل ما قالوا الجماعه الوعي القومي اللي بدا يمكن من العشرينات وتبلور في حركه الهيئه كان هو الاطار الافضل للمحركات الوطنيه، وهذا الدليل على انه بعد ما انهارت الهيئه وبعد ما تم ضرب الهيئه بدات حركات وطنية. كانت مهتمة بالتعليم لدرجة أن قامت مجموعة من المدارس لمحو الأمومية، وأيضا قاموا بإرسال بعثات إلى الخارج من ضمنها بعثة في 55 بعد قام بوقف القاهرة واللي طلبوا منها بعثات وفرهم 8 بعثات من ضمنها بعثة وصلت في سبتمبر 55 إلى القاهرة.